رصائد الطائرة الشبحية. كشفت الصين في معرض تشوهاي الدولي للطيران عن رادار وصفته بأنه مضاد للتخفي، أي بإمكانه رصد الطائرات الشبحية. الرادار يحمل اسم YLC-8E، يعمل على نطاق موجات UHF، ومن مميزاته الخارقة تتبع مواقع الطائرات الشبحية المعادية F-35 وF-22 بزاوية رصد 360 درجة بمدى يصل إلى 550 كيلومتر. وتحتاج المنظومة الرادارية ل30 دقيقة للتشغيل مع طاقم مكون من 6 أفراد.